نظمت هذه الدورة التكوينية الثالثة، دورة تكوينية الجهوية الثالثة على مستوى ولاية كيكدة السياحية، التي ضمت 12 ولاية من الشرق لمدة 5 أيام حول موضوع السلامة الغذائية، نظام الهاسب لو اش اس سي بي وفق نظام الجودة العالمي ايزو 22000. هدفنا من تنظيم هذه الدورة هو ترسيخ ثقافة الجودة لدى مكونينا، وبالطبع تحسين نوعية التكوين ونقل المعارف المحصلة في إطار هذه الدورة إلى متربصينا على مستوى مؤسسات التكوينية عبر هذه الولايات. تجدر الإشارة أن هؤلاء الأساتذة الذين تم تكوينهم على مستوى ولاية سكيدا وكذا على مستوى ندوات ودورات تكوينية الجهوية التي أقيمت بمعهد إمامة بتلمسان ومعهد الكرمة بولاية بومرداس، ستقع على عاتقهم مضاعفة التكوين على مستوى ولايتهم لفئة هامة جدا، وهي فئة مسيري المطاعم وكذا مسيري الإقامات الداخلية التابعين لمؤسسات التكوين والتعليم المهني ومسة 25 ولاية. يعني هذا المشروع مشروع هام جدا وكبير، يهدف إلى ارتقاء بنوعية التكوين وأيضا الارتقاء بميدان سياحي لوطننا العزيز. اليوم نحن في فندق الباخرة لوتيل باكبو الذي احتضن اختتام الدورة التكوينية. تم تكوين 27 أستاذ في متخصص في السياحة، من بينهم 5 أساتذة من ولاية سكيكدا التي سيتم بعد ذلك مضافة